شلوني لهوات خاصة، ومن كثر ما يحب يشتغل هوات خاصة هي شغل، فيها دورات، فيها مهام، فيها تمارين برا، فيها كلهم فرانستان درس نطلع مهام نقتحم، في إرهابيين مطلوبين نجيبهم، يعني ترجاني يجي معي. من كثر ما يحب يشتغل يعني. أنا أعطيك عن العسكرية، ما أعطيك عن الجانب هذا اللي خبرت عنه قاعد يطلع معاي، ولكن العسكري أنا تقريبا أعرفه. فرتب لي محمد أجي معاك، رتب لي بأي طريقة يجي قوة خاصة. قدر الله ما شاء فعل، يا الجماعة اللي بالحرس يجون خطوط العدو. شغالين خط خطوط العدو. ننزل المظلة خط العدو. هذا ولد عبد الله. دورات تقريبا انا ما يعني كنت انا مدرب بعد في الفتره اللي طافت اللي هو يا فيها مدرب قوات خاصه اللي هي مظلين تاسيسيه قصه على الامه سلطان في الرجل الله يشفيه وكان جاي وعنده اخوي اكبر عنا سنتين نمو وظيفي يجي اول فتح عليك يمين اخوه؟ ايوه فتح عليك يمين اول فتحه وصى على مره بتطلع بالدوام بتفتح فتح على اخوه على وصى على الاثنين وكان ساير سبحان الله وخايف قال اني انا اول دوار يسار قال انا ساير اول دوار يمين هو جاي اسبوع بعدين بعد اسبوعين يصير اوكي يعني بعد الاجازه فاحنا كنا مسويين عشاء حقه في رمضان مسويين عشاء